عشان يتقدم للمدرسه لازم الاول، هي الاول كان قبل الصف السادس الابتدائي كانت شهاده، فكنا بنحدد مع الاختبارات عباره عن مجموع طبعا يدخل بيه الطالب. اما دلوقتي بعد ما هي بقت اصبحت بقى صف دراسي عادي للطالب ان هو بعد سنه سته صف السادس يعني ان هو يتقدم للمدرسه من خلال ان هو يسحب ملف التقدم، بيجتاز بيوقع طبعا الكشف الطبي على الطالب، وفي حالة اجتيازه للكشف الطبي ان احنا بيبدأ بقى اختبارات في المهارات الحركية واللياقة البدنية. يعني مش اي حد يتقدم بيتقبل، في اختبارات بيمر بيها طبعا، وفي دي خلال بطارية اختبارات كمان علمية ومقننة وعالمية لعشان نقدر بطارية اختبارات. انا مرة اسمع التعليق ده، لان هي بتشمل بطارية الاختبارات دي بيبقى لها درجات قياس وصدق وثبات وموضوعية، ده بيساعدنا على ان احنا ننتقي الطلبة المتميزين والموهوبين، يبقى في دقة وشفافية في عملية الاختيار. بعد ما بيتم ان هو بيجتاز المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، بعد كده بنبدأ بقى نرتب الطلبة المتقدمين ترتيب تنازلي بحيث ان احنا ناخد أفضل العناصر المتقدمة. لأن احنا ده من خلال الالتحاق، يعني ده من خلال الالتحاق وتشوفوا مين أفضل طلبة وتصفوا بقى المجاميع دي بالظبط. احنا ان هي عدد طبعا الطلبة المتقدمين احنا بناخد حوالي من 25 طالب ل 30 طالب في داخل الفصل، وثلاث فصول دراسيه بس. بالاضافه ان هو طبعا بيدرس المواد الدراسه الطبيعيه العاديه خالص، وليه اربع فترات تدريبيه خلال الاسبوع، وبيبدا الموسم التدريبي عندنا من 1/7 لحد الامتحانات. فتره الامتحانات بتنتهي في شهر 5. 1/7 يعني في الاجازه؟ لا عادي خالص، شغالين عادي تدريبات، لان انت بتصنعي بطل، فما ينفعش ان هو يبقى فيه فتره توقف. انتوا بتكملوا عادي بعد الامتحانات؟ بعد الامتحانات موضوع مستمر، لان هو الماده زي ما قلت لحضرتك هو ماده اساسيه التربيه الرياضيه، نجاح فيها طبعا نجاح ورسوب من 100 درجه، فيها طبعا 30 نظري ماده نظريه، و60 للجانب العملي، و10 درجات للنشاط الصيفي اللي هو البرنامج الصيفي. والطالب لما بيبقى يعني مستمر او حصلت اي نوع من هقول ان هو ما كملش رصد في الماده بيتحول للمدارس العاديه.